نجي أولا إلى الدين. سؤال الأول، ما هو الدين؟ الدين له تعريف في علم الاجتماع، له تعريف في علم النفس، له تعريف في الفلسفة. نأخذ كل تعريف. عندما نأتي إلى التعريف الأول، تعريف الدين بلحاظ علم اجتماع الديني، نلاحظ هنا دوركايم من علماء الاجتماع يقول: الدين منظومة متماسكة من المعتقدات والممارسات المتعلقة بأمور مقدسة تجمع المنتمين إليه، يعني إلى الدين، في إيلاف أخلاقي واحد. إحنا نلاحظ في هذا التعريف أنه اعتبر أن الدين يتعلق بالمقدس، قال مجموعة من المعتقدات والممارسات المتعلقة بأمور مقدسة، ولم يقل متعلقة بالإيمان بالإله، يعني الإيمان بالإله ما ذكره في تعريف الدين. لماذا؟ أصحاب هذا التعريف يقول لك الأديان، احنا ما نعرف دين معين، احنا نعرف كل الأديان، فلا بد نذكر تعريف مشترك بين الأديان كلها. تعريف المشترك أن الدين منظومة متماسكة من العقائد والممارسات المتعلقة بأمور مقدسة، لأن بعض الفرق من البوذية لا يؤمنون بالإله وهم أصحاب دين، فحتى نوجد تعريف يجمع الجميع نحذف كلمة الإيمان بالله ونجعل مكانها أمور مقدسة حتى تجمع الأديان كلها. لكن هذا تنازل عن عنصر محوري في الدين، يعني الدين في العرف العقلائي في جميع الأعراف العقلائية منذ يوم نوح عليه السلام إلى يومنا هذا، الدين لا ينفك عن الإيمان بالله. أي دين؟ يعني إيمان بإله. فالإيمان بالإله عنصر محوري في مفهوم الدين لا ينفك عنه، لذلك لا يمكن إهمال هذا العنصر واستبداله بعنصر آخر. زين؟ هذا بالنسبة إلى تعريف علم الاجتماع. نجي إلى تعريف الدين في علم النفس. طبعا مدارس علم النفس اختلفت في تعريف الدين تبعا لاختلاف الزاوية التي نظر بها إلى الدين، لكن هنا فرويد من علماء النفس إلى تعريف للدين يقول: الأفكار الدينية هي معتقدات وتوكيدات تتعلق بوقائع العالم، سواء كان عالم خارجي وهو الذي نعيش فيه، أو عالم داخلي وهو عالم النفس ونوازعها وخواطرها، وهي تعلمنا أشياء لا نكتشفها بأنفسنا. الدين يعلمنا إياها، نحن لا نكتشفها بأنفسنا، ونحن مطالبون بفعل الإيمان بها. هذا التعريف هو في الواقع ليس تعريف للدين، هو تعريف لميدان الأفكار الدينية، يعني كأن فرويد يريد أن يفرق بين الأفكار الدينية والأفكار العلمية، بين الأفكار الدينية والأفكار الفنية، ففرق بين النوعين من الأفكار بأن مجال الأفكار الدينية هو مجموعة معتقدات وتوكيدات تتعلق بالعالم خارجياً أو داخلياً. هذا ليس تعريفاً للدين، هذا تعريف لميدان الأفكار الدينية مقابل الأفكار العلمية والفنية. إذن ما هو التعريف الصائب؟
التعريف الدقيق للدين بحيث نتساءل ونقول ماذا أنجز لنا الدين وماذا قدم لنا الدين في مجال توقعاتنا وحاجاتنا الأساسية. نجي إلى تعريف الصائب والجامع للدين في موسوعة ستانفورد الفلسفية، يذكر هذا التعريف: الدين هو حركة الشعور نحو المطلق اللامتناهي وهو الله تبارك وتعالى في منظومة متكاملة من المعتقدات حول الوجود المرئي واللامرئي، لأن الدين من أسسه أن يعتقد بأن الوجود قسمان: وجود مرئي وهو الوجود المادي، وجود لا مرئي وهو عالم الغيب، والوجود بكلا قسميه راجع إلى تلك القوة الغيبية المطلقة التي نحن المسلمين نعبر عنها الله بكلمة الله. وهذا الوجود المرئي الذي نحن نعيش فيه هو فترة نحن نعبرها إلى عالم ثاني، فهو فترة اختبار أو تطهير لعالم آخر، وتتوقف هذه العملية، عملية الاختبار والتطهير، على توافق السلوك الإنساني مع التعاليم الأخلاقية والتشريعات بوصفها مطلبا إلهيا. إذن الدين عند عناصر أربعة: أولا شعور نحو المطلق، ثانيا اعتقاد بأن العالم المرئي واللامرئي راجع إلى الله تبارك وتعالى، ثالثا أن هذه الحياة ما هي إلا فترة اختبار وتطهير تنقلنا إلى عالم آخر، رابعا أن هذا التطهير لن يحصل إلا إذا توافق السلوك البشري مع التعاليم الأخلاقية والتشريعات الصادرة من الدين. هذا هو الدين. زين،